السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة الشباب الإلكترونية في عدد جديد من برنامج من المجتمع. موضوعنا نهار اليوم هو واش هي الأطباق اللي يتشهاها الرجل الجزائري خلال شهر رمضان. تابعونا نشوفوا إجاباتهم. نشتهى الشامية، الجاري، السيبال الحاضر ناكلها نورمال عادي، حريرة، سلاطة، بوراك، الروز، لوبيا. بغي التركي، التمر مع الحريرة، الأنثوم، بوراك، حريرة، سلاطة. اليوم راه ديجا راني مع المدام نتمشاو، قلت لها ديري لي ان بودان بالكبدة تاع الدجاج. لوبيا يابسة، الزيتون بالدجاج، بوراك، حريرة، بقلاوة. نموت عليها في رمضان، دي فوا شخشوخة، دي فوا تريدة، دي فوا هاد صوالح شوية أغرو مقوران. نموت عليها اللوبيا، خطرة شتاها لي الزيتون قعد غير يحمى ويعاود حتى لصق في الطاجين هو مكلهش. مداك العام عندها تخوازون مانيش ندير له طاجين تاع الزيتون. بصح نموت عليها اللوبيا، كاع الماكلة عادي إلا يعطيها ربي فيها الخير. بوراك، طاح حريرة وسقايط كاع. يتشهى كلشي من بينهم الطاجين الزيتون والبربوشة بالرقبة. اللوبيا نموت عليها، انا نديرها لي كل يوم. النهار يفوتك حل سيرتو كرسي، انا على كرسي ندابز. ما نزعفش عادي، اللي يقد ديره خاطر نكون نارفي في رمضان. لا ما نزعفش انا في رمضان، ما يدير لي والو الحمد لله. كي يقول هذيك الحاجه ونقول له ما درتهاش يقول لي صح نعمل كاع لي راها فوق الطابله نعمه. نورمال عادي عادي عادي، لا ما يحسن العون. يتنرفي ويقول لك علاه ما درتيش، يزعفوا كيف فطروا ساي نورمال. لا نورمال انا نحس نوع عاونهم شي يتنرفى ما يبغيش. كان الله يرحمه كان يتنرفى ما يبغيش. جيتو في رمضان. احنا عندنا طبيعه، طبيعتنا في الماكله نقولوا خيار الماكله محضر وخيار اللبسه مصدر، والقاعده تاع الطبق المفضل احنا ما عندناش. اي ساعه صيامكم وتعيدوا بالصحه ان شاء الله.